انا قضيت في المكان ده احلى سنين عمري. كنت باجي الكليه كل يوم كأن واحد رايح يقابل حبيبته بالظبط. قلبي كان بيتنطط ويزقطط من الفرحه وانا داخل من الباب ده. صاحبت كل الناس اللي هنا، دكاتره ومعيدين، حتى الفراشين كانوا صحابي. كنت باكل الكتب اكله ده فهمي. باجي تاني يوم حموت واي حد يسالني اي سؤال عشان اقعد اكر بقى بالمعلومات اللي عندي واتفشخر قدامه. كل الناس اللي هنا كانوا شايفين ان انا هبقى حاجه جامده قوي. ابوك الله يرحمه كان مموت نفسه عشان يجيب لي المصاريف والكتب والمراجع. كل اهل الحاره ما كانوش يقولوا له غياب الدكتور رضا. ابوك بقى كان يسمع الكلمه دي من هنا كانك اديته منشط بالظبط. يقب ويغطس ويطلع بالفلوس ما تفهمش جابها منين. لغايه ما تعب مننا بقى وربنا اختاره. ساعتها جريت على عمك واتذللت له. كان نفسي بس يساعدني لغايه ما اخلص الكليه. بس هو كبر دماغه. ساعتها سبت الكليه وانا هتقهر. ما كانش في حاجه بتصبرني غيرك انت يا فهمي. كل ما اشوفك بتذاكر وبتنجح وبتكبر بحس ان ربنا عوضني بيك. عرفت بقى انا ليه اول مره مدي ايدي عليك؟ انا اسف يا فهمي. يا ريتها كانت اتقطعت قبل ما تتمد عليك يا دكتور. انا اللي اسف يا بيه. والله العظيم كان غصب عني.